للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة. تحياتي لك دكتور رياض. ومنظمة الصحة تطالب مطوري اللقاحات بالعمل لتطوير اللقاحات طويلة الأمد، برأيك هل تنجح الشركات العالمية في ذلك؟ مرحبا. مرحبا بك. في الحقيقة ليست المهمة بمهمة سهلة، تستطيع الشركات الدواء بطبيعة الحال أن تنتج لقاحا ما ضد سلالة ما أو ضد فيروس ما، ولكن عندما تغير هذا الفيروس يعني لن يكون اللقاح الذي أنتج على أسس معينة فعال 100% ضد اللقاح ضد المتحور أو التغيرات التي سوف تطرأ يعني إذا عند في حال أن في حال وجودها. أيضا موضوع اللقاح يأخذ وقتا، حتى أن اللقاح الجديد يعني الذي وعدت به فايزر مثلا لمتحور ألفا ومن ثم دلتا، عندما أول ما ظهر المتحور ألفا إن كنتم تذكرون قالوا خلال 90 يوما من الممكن أن نفعل ذلك أو 100 يوم، ولم يفعلوا ذلك لا للمتحور ألفا ولا للمتحور دلتا. لماذا؟ أعتقد أنه لأنهم كانوا يعرفون منذ البداية أن المتحورات سوف يعني تعاود ظهورها وسوف تتبدل، ولن يكون اللقاح دائم يعني لا يمكن أن يكون ثابتا إلا إذا تغيرت التقنية. من الممكن في حالة معينة بأن يعني هلأ مثلا تقنية النوفا فاكس الجديدة التي اللقاح الذي اعتمد في أوروبا منذ شهر تقريبا وفي فرنسا منذ البارحة يعتمد على جزيئات الفيروس يعني جزيئات متعددة للفيروس بحيث إذا تغيرت إحداها لا تتغير الأخرى. فبينما لقاحات المسنجر RNA كانت تعتمد على البروتين سبايك بشكل خاص قد يعني يساعد تغيير استراتيجية اللقاح أن بالوصول إلى لقاح أكثر استدامة وأكثر مقاومة للتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس. دكتور رياض، على ذكر هذه اللقاحات، منظمة الصحة العالمية وافقت على دخول عقارين جديدين لمضادين لفيروس كورونا، كيف ترى ذلك وإلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه العقارات على نسب الشفاء من فيروس كورونا وتداعياته؟ العلاج الكورونا حتى الآن غير موجود بشكل يعني كما تعالج الجراثيم مثلا أو كما يعالج حتى فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، لأنه الآن هناك أدوية تستطيع أن ولو كانت ثلاثية المعالجة أو رباعية المعالجة يعني رباعية الأدوية نستطيع السيطرة على الفيروس، بينما فيروس كورونا حتى هذه اللحظة لا يوجد أدوية واضحة تؤدي إلى السيطرة عليه بشكل كامل. هناك أدوية تعالج ما قد يحدثه من أعراض أو ما قد يؤدي إلى فيه إلى منه إلى خلل في الجهاز المناعي، فهم يعالجون مثلا زيادة الاستجابة المناعية التي تؤدي إلى تفاقم الحالة في الرئة أو في أماكن أخرى من الجسم. يعني هذه العقارات تؤثر وتحفز المناعة أكثر ولمن يعاني من هذه الأعراض. تماما مثلا، ولكن عند حصول تطورات معينة مثلا عندنا دوائين في فرنسا هي الضاد وحيدة النسيلة، منها ما قد كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد أخذه عند أصابته بالكورونا، كانت الضاد وحيدة النسيلة يعني تهاجم جزء منطقة معينة من الفيروس، بما أنها قد تغيرت فعندنا دوائين لم يعدوا مفيدين الآن، وهناك دواء ثالث مضاد يعني مونوكلونال أنتيبوديز وحيدة النسيلة أضاد وحيدة النسيلة أصبحت فعاليتها جزئية عندما ظهر متحور الأوميكرون، فهذه الأدوية ليست يعني هي أدوية نهائية تستطيع أن تقضي على الفيروس بكافة الأحوال، ولكنها معالجات متممة لبعضها البعض عندما نمنع التخثر، إذا نحاول أن لا تتفاقم الحالة، عندما نعطي الديكساميثازون أو الكورتيزون في حالات معينة عند ارتفاع مثلا CRP يعني الحالة الالتهابية باختصار أو الحاجة للأكسجين، إذا نعالج السبب أو نعالج العرض عفوا، فنحاول أن نتأقلم ونحسن العلاج المريض بشكل عام، ولكن ليس هناك علاج فعال ومستديم حتى هذه اللحظة قد ظهر لكي يخلصنا نهائيا من فيروس الكورونا. يعني هذه العقارات تقلل من تداعيات فيروس كورونا. تماما، هي عبارة للتعامل مع ما قد يحدثه فيروس كورونا في جسم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة، شكرا جزيلا لك.